السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم غدايا اللي بغيت ندير. اليوم الحد ما خرجنا فين، قلنا غير نطيبوا غديوه زوينه وصافي. نديروا غدا صحي، نديروا الخضر ونديروا واحد الضلعايه نديرها مبخره، نديرها مبخره في الكسكاس، ونديروا شليضات مرافقين مع هاد الضليعه. شليضات الحاجه اللي تكون جديده من طاعه الخضره، عرفتي الخضره تبارك الله جديده هاد اليامات. المهم خليكم معايا البنات. المهم ديروا هاد الضليعه هي مبخره في الكسكاس البنات. غادي نرفق معها واحد جوج بصيلات، وندير معها شويه الكمون حبوب، وندير شويه الملحه، وهاد الخضر خليهم حتى نديرهم شليضه. دابا نهضروا غير على الضليعه، هادشي اللي كندير انا في هاد الضليعه عادي هي صغيره. ها هي البنات، ها هي الضليعه صغيره نديروها مبخره، نديروها غير في الكوكوت. ها هي الكوكوت، غادي نهزو هكا الضليعه، ها هي نحطوها ندخلوها. كاين عندي واحد الشيكه هنايا ديال الكوكوت، راه ما كيقيسهاش الماء، ما كيقيسهاش البنات الماء. كنديروا شي حبات نتاع الكمون هكا باش تحيد ديك الزفوريه ديال اللحم، وكنديروا شويه الملحه حتى هي غير شويه غير شويه. كنديروا هذوك البصيلات ها هما، كنحطوهم غير هنا حتى هما في الشبكه، كيحيدوا زفوريه اللحم، ما كتشمهاش كتشمي غير ريحه الشواء. صافي هادي، وكنسدو عليها. نديرو شريدات، عندنا البنات هنا المحفور، وعندنا هاد القريعه كوجيت، وعندنا مطيشه. غادي نزيد خيزو على حسب. المهم ها نتوما معايا، واللي درت راه غادي تشاركوه معايا. ها هو هذا راه نقيناه المحفور، راه نقيناه وقطعناه، نغسلوه ونديرو حتى هو يتسلق. نغسلوه مزيان ونديروه يتسلق. هانتوما معايا، ها هو البنات غسلتو، غسلتو مزيان وقطعتو. ها غادي نشعل عليه البوطا ونسدو عليه حتى هو يطيب باش يربحو الوقت. هما خدمت الكوكوتات. نقطعوا القريعه، نقطعوا القريعه حتى هي. ها هي القريعه، درت فيها الماء القياس، ها هي درت فيها القياس اللي فاش طيب كتشرب داك الماء ديالها، ما كنكثرش الماء في القريعه باش خصها ما يضيعش داك الجهد اللي فيها. ما كنسلقهاش ونلوح الماء، ما عمرني ما كنلوح على الماء، كندير الجهد اللي فاش كتسلق الخضره كتشرب داك الماء ديالها، عاد كندير ليها الكون ديالها. كندير واحد طريزه الثومه معاها صافي، اللي كيلذدها حتى تتسلق وديروا تشرب الماء ديالها، عاد كندير هذا الكون اللي خصو يكون فيها. هذه هي قصتي انا بعدا مع الخضره الا سلقتها. ما عمرني ما كندير الماء كثير وكنلوحو، ما كنلوحش الماء، كنخلي القياس. وانتوما معايا هذا البنات، خيزو تا هو نقلاه، ها هو تا هو درناه، تا هو يشرب داك الماء ديالو اللي فيه يتسلق، تا يشرب الماء ديالو ويبقى في اللون ديالو. البنات هاني درت زويته بالزيا في هاديك القرعه، هي نشفات زويته بالزيا، غندير شوية الملحة. هي كنقلبو هكا،
نديش لك البار ونديش لك الخل صافي هادشي اللي كندير فيها كتجي غزالة. ها هي تصايبات تا واحد الفليفلة حرة غير قطعتها من الفوق ما ماشي ما طابش معاها عطاها غير لوين ورديت البطاطا تسلق. هاهما البنات الشريضات هاهما تصايبو هاهو المحفور تا هو هاهو تشحر الفلفلة الحمرا والكمون والملحة وشوية الحامض هادشي اللي درت فيه زويته بلدية هادشي اللي كندير فيه هنايا صافي هاهو راه تشحر البنات الزيت هاهو مبغيتش نطول الفيديو عليكم صافي تبارك الله جا شهوة منهم عليك. أو البنات الشيفون تا هو كان تا هو كنشرملوه كنديرو ليه زويته بلدية هاهي شوية الملحة وشوية شوية البزار والمعدنوس ونديرو معاه التومة غبرة نديرو معاه الحامض البلدي وكنقليوه هكا كنحركوه هادي البنات هي الشلاطة ديالنا وغدانا سخو فوق الطبلة ونتلاقاو هدا هو غدانا البنات نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه وبالصحة والراحة اليوم قال لي راسي طلعت السطح تما فين تغطي عرفتي هاد الشميشة ما شهيتها ليكم البنات بالصحة والراحة